مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من قناة السعودية نرحب بحضراتكم ونقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. مؤسسة تحلية المياه المالحة ووزارة الموارد الطبيعية الصينية تطوران تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر. ارتفاع حصيلة المجزرة الحوثية بمأرب إلى 21 قتيلا بينهم طفلا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمره الكريم بترقية وتعيين 160 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التقى وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها. التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود ابن نايف ابن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منوها سموه بعمق العلاقات التي تربط المملكة بالجمهورية الفرنسية وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على نتائج حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، والتي نفذت ضمن برامج المجلس البلدي لأمانة المنطقة على مدى أسبوعين بالتعاون مع الأمانة والقطاع الخاص، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة وتوعية المواطنين، منوها سموه على ضرورة مراقبة الشاحنات التي تقوم برمي الأنقاض داخل الأحياء والمساحات الشاغرة حول الطرق. أشاد صاحب السمو الأمير جلوي ابن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالجهود التي بذلها محافظا شرورة وثار السابقان إبراهيم العاطف ومحمد بن عفيصان طيلة فترة عملهما بإمارة المنطقة حتى إحالتهما للتقاعد، وذلك خلال لقاء سموه لهما في مكتبه. ضمن برامج ومبادرات مؤسسة مجتمع الخيرية، دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مبادرة موارد السقيا، إحدى مشاريع المؤسسة والتي تهدف إلى توفير موارد المياه للقرى والهجر النائية. بهدف تحقيق الاكتفاء وإسهاما في تأمين موارد مائية مستدامة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجتمعي دشن مبادرة موارد السقيا التي تنفذها المؤسسة وتعمل على توفير مياه صالحة للشرب من خلال حفر الآبار وبناء الخزانات المائية في عدد من المواقع. وجدنا الحقيقة يعني ندرة في مثل هذا الجانب، وهو جانب سقي الماء،
فكان الحقيقة لمؤسسة مجتمعي قصب السبق في أن تتلمس الحقيقة حاجة المحتاجين في الصحاري والهجر والمناطق النائية لحفر الآبار وتجهيز الحقيقة سقي الماء. فمن هذه المبادرة سوف تكون إن شاء الله تعالى موارد السقيا للمؤسسة وسيطا بين الباذلين والمحتاجين. نحن إن شاء الله تعالى كما ذكرت قبل قليل سوف ننشئ قاعدة معلومات للمناطق المحتاجة، سوف يكون هناك فريق ميداني للتقصي عن حقيقة المناطق المحتاجة للمياه سواء الآبار أو ما تحتاجه الماشية أو غيره أو ما يحتاجه القرى للحقيقة ري القرى والمنازل. وتعمل مجتمعي على تحديد المواقع حسب الاحتياج لتنفيذ المشروع ضمن مبادرات وبرامج المؤسسة المتعددة. دور مجتمعي هي العمل الخيري بحد ذاته، ولها الحقيقة عدة برامج، ومن ضمن هذه البرامج هو موارد السقيا. فموارد السقيا الحقيقة كانت هاجس سمو أمير المنطقة، فتبنى فكرة هذا البرنامج للحقيقة إتاحة وتقريب المياه إلى المناطق النائية في منطقة القصيم ومختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه المبادرة والتي تعنى ببناء الإنسان والمكان وكأحد مستهدفات مؤسسة مجتمعي للتنمية المجتمعية. لأخبار السعودية، علي العطينان، بريدة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أكد على أهمية الندوات التي تعزز من ثقافة الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها من تلوث النفايات الإلكترونية، وذلك خلال افتتاح سموه عن بعد ندوة بعنوان النفايات الإلكترونية، وذلك للمشاركة في تفعيل اليوم العالمي للبيئة بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان عضو لجنة البيئة بإمارة القصيم المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال البيئي، مشيرا سموه إلى أهمية المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للبيئة من أجل التواصل مع الطبيعة والحفاظ عليها. ووصف سمو أمير منطقة القصيم ما تحقق لنادي الحزم الرياضي في محافظة الرس بصعوده لدور الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بالإنجاز المشرف للمنطقة. وبين الأمير الدكتور فيصل بن مشعل خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الحزم بمناسبة تتويجهم بدور الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وتأهلهم لدور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أن مثل هذه الإنجازات تدل على حرص الأندية الرياضية على التميز، وأكد دعمه لشباب المنطقة مبديا فخره بما يحققونه من إنجازات في جميع المجالات، ثم تسلم درع البطولة من رئيس مجلس إدارة النادي. رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمقر نادي الجبلين حفل جائزة سموه للتميز والإبداع والتي تنظمها شركة مياه آبار حائل سنويا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل ومديري الإدارات الحكومية. كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة، المتميزين والمبدعين في حفل جائزة سموه للتميز والإبداع بمقر نادي الجبلين الرياضي والتي تنظمها شركة مياه آبار حائل سنوياً. نسعد حينما يكون هناك منصات مثل منصة آبار لتقديم أبناء الوطن الحمد لله بقدراتهم وتميزهم، يكون هناك حقيقة أفاق وسماء عالية وواسعة جدا نستطيع من خلالها إبراز قدرة أبنائنا وإمكانياتهم، وكذلك حقيقة
ما تزخر به هذه المنطقة من جملة من الامتيازات والتميزات، لا من ناحية المكان ولا من ناحية الإنسان. وتهدف الجائزة إلى تشجيع العمل الإبداعي المتميز في ميادين التعليم والصحة والعمل والتنمية، وتشجيع المواهب المبدعة في شتى المجالات. وتنافس على الجائزة التي تبلغ قيمتها 500,000 ريال 50,000 مشارك من مختلف مناطق المملكة، حيث حصل على الجائزة 23 مشاركا من مجموع المشاركين من جميع مناطق المملكة. جائزة أمير منطقة حائل أصبحت حقيقة يعني قبلة للمبدعين والمتميزين، وهذا يأتي انطلاقا من حرص سمو أمير المنطقة حفظه الله الذي يوجه بأن تكون الجائزة لا تختصر على منطقة حائل بل على مبدعين وأبناء المملكة عامة. للعام الثاني على التوالي تحصل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام منطقة حائل على الجائزة التميز والعمل المؤسسي، وهذا كله يأتي بدعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل وسمو نائبه والداعمين والمتابعين لأعمال الجمعية، وللداعمين لدينا عدد من رجال الأعمال هم شركاء هذا النجاح وهذا التميز، أهدي لهم كل ما حصلت عليه الجمعية في هذا المساء المبارك. وتشمل الجائزة الجهات الحكومية بالمنطقة من المتميزين والمبدعين، بالإضافة إلى المواهب الشابة في عدد من المجالات منها الشعر والتصوير والابتكار، لتستمر هذه الجائزة سنويا بتكريم وإبراز المتميزين والمبدعين. لأخبار السعودية، عبدالعزيز غرير، حائل. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خلال جلسته الأسبوعية القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعددا من المواطنين. وأكد سموه أهمية الحرص والاهتمام الدائم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر، منوها بالقفزات التنموية المتسارعة للمملكة، ودعا الجميع إلى العمل بجد واجتهاد ومعالجة المعوقات والتحديات كافة. ولله الحمد المملكة في قفزات متتالية من التطوير والعمل المتكامل والمنظومة الإدارية من كافة الجوانب، سواء جوانب تقنية أو جوانب تعليمية، وكما رأينا في الفترة الماضية من اللي أحب الحقيقة أن أشيد إلى الخطة التعليمية القادمة ولله الحمد، وكيفية الدراسة إن شاء الله تعالى من العام المقبل من قفزة نوعية الحقيقة تدعو للفخر والاعتزاز من خلال هذه المنظومة التعليمية التي تحظى دائما وابدا من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. وحقيقه انا احب ان انوه بالجهد الكبير الذي تريه الوزاره وعلى راسهم معالي وزير التعليم من الاهتمام بهذا المستقبل الكبير لابناء هذا الوطن وهم شبابه شبابا ونساء، وان شاء الله تعالى نتمنى لهم دائما التوفيق والسداد والنجاح. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض خلال لقائه مدير جوازات المنطقة اللواء محمد السعد، اطلع على جهود الجوازات وآليات تطوير العمل والمجالات التقنية المساهمة في رفع الكفاءة والإنجاز، منوها بالجهود الميدانية والتنظيمية لمنسوبيها. وقعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في مقر وزارة الرياضة مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات. ووقع المذكرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيع.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. بحث وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان بياتريس خميسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة 15 مليون جرعة حتى الآن، وذلك عبر أكثر من 600 مركز في مناطق المملكة كافة. ودعت وزارة الصحة الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي وتلقي اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية. وأكدت الصحة أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجا كبيرا، وذلك قد يسبب خطرا على الآخرين وعدم الوصول للمناعة المجتمعية. وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 10 أجهزة روبوت ذكي في أعمال التعقيم بالمسجد الحرام، وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء وفقا لسيناريوهات الاستخدام ومسار التعقيم. ويعمل الروبوت الواحد من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري بسعة تخزين تتجاوز 23 لتر من المواد المعقمة بمعدل استهلاك 2 لتر لكل ساعة، وذلك للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع. أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 121 يوما 1509 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها شملت مناطق القصيم والرياض ونجران وعسير، وأكدت أن عمليات النظافة مستمرة وكذلك الصيانة، ودعت المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية. أهلا بكم من جديد. أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية مع شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة إيون سيريس لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية. وتشكل الشراكة خطوة أساسية في مرحلة تأسيس البطولة وتسريع وتيرة استعدادات الموسم الافتتاحي المقرر عقده في بداية 2023، حيث ستكون المملكة إحدى المواقع المرشحة لاستضافة السباق في نسخته الأولى. وقد تم الإعلان عن الشراكة خلال حفل تدشين افتراضي، وكما تم تدشين التصميم لقوارب السباق الكهربائية الجديد تحت مسمى ريسبيرت. يستضيف نادي الصقور السعودي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وهو المزاد الأول من نوعه الذي ينظمه النادي. ويهدف المزاد الدولي إلى توفير أفضل سلالات الصقور للصقارين في المملكة ودول المنطقة عبر استقطاب أفضل مزارع الإنتاج الرائدة
وجذب أفضل التجارب العالمية في مجال إنتاج الصقور للمملكة، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة. كما يهدف النادي في تنظيمه لهذا المزاد الدولي إلى توفير منصة موثوقة وفريدة من نوعها لتكون وجهة دولية لمزارع إنتاج الصقور العالمية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وربطها بجميع الصقارين المحترفين، إضافة إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور محليا بالتعاون مع الجهات الحكومية. بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العمل على تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر بالتعاون مع وزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية. ويشمل نطاق التعاون تطوير مشاريع تعمل بتقنية التناضح العكسي وتقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل، إضافة لمشروعات خاصة بالتقنيات المستقبلية وتوحيد مقاييس تقنيات التحلية. تأتي هذه الشراكة السعودية الصينية امتدادا لاستثمارات التحلية في ريادتها العالمية كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم والأقل استهلاكا للطاقة في منظومتها الإنتاجية، بإبرام شراكات دولية متعددة مع عدد من القطاعات والجهات ذات الصلة في كبرى دول العالم. وللحديث أكثر حول التعاون بين مؤسسة تحلية المياه مع وزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية، ينضم إلينا المهندس محمد آل الشيخ، مدير عام إدارة الشركات بتحلية المياه المالحة. بداية مهندس محمد، مساء الخير، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. كما سمعنا وسمعت وكذلك السادة المشاهدين، حققت المؤسسة مؤخرا جائزة أفضل شركة تحلية مياه في العالم لعام 2021 بصفتها الأكبر في الإنتاج المياه المحلة وكذلك الأقل استهلاك للطاقة بالعالم. كيف ستسهم مثل هذه الاتفاقيات في محافظة السعودية على تميزها في هذا القطاع؟ تفضل مهندس. حياكم الله ومساكم الله بالخير. الحقيقة المملكة مؤسسة مؤسسة العامة لتحلية مياه مالحة لها ريادة قديمة في مجال تحلية مياه البحر، والجائزة ما هي إلا تأكيد لهذه الريادة كأكبر منتج المياه المحلاة في العالم. هذه الاتفاقيات تعزز من هذه الريادة وتحافظ على موقع الصدارة عالميا. نعم بكل تأكيد. التحلية نجحت في بناء شبكة اتفاقيات عالمية مع وزارة الطاقة الأمريكية، كذلك الإسبانية، ومع روسيا وألمانيا والصين واليابان. كيف يمكن أن تنعكس هذه الاتفاقات الدولية في استمرار قيادة المملكة للعالم في هذه الصناعة وكذلك وهو الأهم توطينها محليا؟ ما في شك أن أهمية الشراكات العلمية والمشاريع البحثية العلمية المشتركة. المؤسسة في حالة سعي مستمر ودؤوب في البحث عن التقنيات المتطورة في مجال صناعة تحلية المياه، وعقد شراكات علمية لاستقطاب وتوطين هذه المعرفة. تهدف إلى عمل مشاريع، الحقيقة هذه الشراكات تهدف إلى عمل مشاريع مشتركة، وما هذا الإنجاز الذي نشهده اليوم إلا ثمرة إحدى هذه المشاريع المشتركة والتي بادرت فيها المؤسسة، وثمرة التعاون مع الجانب الصيني ومختلف الجهات والجهات الدولية وبيوت الخبرة على مستوى العالم. يا ليت لو تحدثنا سعادة المهندس عن هذه الاتفاقية التي عقدت مؤخرا بإيجاز لو سمحت. الاتفاقية هي اتفاقية إطارية حول البحث العلمي في مجال التحلية والمشاريع العلمية المشتركة. أسفر عن هذه الاتفاقية استحداث تقنية حديثة تعمل على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في إنتاج المتر المكعب عن طريق تقليل الضغط المستخدم في عمليات الإنتاج اللي هو ضغط التناضح العكسي. التقنية تسمى التقطير الغشائي. استخدام هذه التقنية بنجاح في منظومات الإنتاج يؤدي إلى رفع كفاءة الأصول وجعلها أكثر صداقة للبيئة. هل من تعاون يعني قريب بين المؤسسة وكذلك وزارة الموارد الطبيعية الصينية؟ في هناك مذكرات وشراكات مع تم الاتفاق عليها وهي فاعلة حاليا. التعاون مع الجانب الصيني والوزارة الموارد الطبيعية الصينية لها عقود عن طريق
الذراع البحثي المؤسسة لمعهد الأبحاث تقنيات المياه. نعم. تتركز أبحاث المشتركة في الطاقة المستدامة وفي أيضا مشاريع تقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الوصول للمؤسسة. نعم. سعادة المهندس محمد آل الشيخ مدير عام إدارة الشركات بتحلية المياه المالحة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. بهدف استدامة التنمية في منطقة تبوك وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص، اعتمدت أمانة منطقة تبوك ترسية مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 96 مليون ريال. لتفاصيل أكثر عن هذه المشاريع ينضم إلينا من هناك الزميل محمد الرحيل مراسل أخبار السعودية. بداية مساء الخير محمد، أطلعنا على بعض تفاصيل هذه المشروعات خصوصا وأنت تتواجد في أرض تبوك وفي قلب الحدث، تفضل محمد. مساء الخير عليك زياد وعلى السادة المتابعين ومشاهدي أخبار السعودية. كما ذكرت هذه المشاريع الاستثمارية تجاوزت قيمتها 96 مليون ريال، متنوعة تقدم خدمة لأهالي المنطقة وزائريها، بالإضافة إلى أن هناك مشاريع جاري دراستها من قبل إدارة التخطيط والاستثمار في أمانة تبوك لطرحها أيضا للمستثمرين. للحديث أكثر عن هذه المشاريع انضم ضيفي الأستاذ مراد السرحاني وهو المتحدث الرسمي لأمانة تبوك. نرحب بك أستاذ مراد. أمانة تبوك يعني أرست عدد من المشاريع على المستثمرين في تبوك، نود لو تعرفنا أكثر عن هذه المشاريع ونوعيتها. حياكم الله، نرحب فيكم ونرحب بالسادة المشاهدين. بالفعل تم الإعلان عن طرح عدد من المشاريع، هي عبارة عن 7 مشاريع قدرت ب 50 مليون، جاري العمل حاليا على ترسيتها. كان أبرزها مشروع مستشفى من أحد المستشفيات في القطاع الخاص وأيضا مجمع تجاري. ماذا عن الاستثمارات المطروحة الآن من قبل الأمانة؟ يجري الآن العمل على عدد من المشاريع، حاليا تعمل إدارة الاستثمار على 15 مشروع تجاري متنوع طبعا بين فندق وجمع لمشروع النفايات وتأجير الأراضي، تأجير المواقف. حاليا عندما نتحدث عن لجنة الاستثمار هي تقوم بدراسة المشاريع على حسب احتياجات المنطقة، سؤالنا كي ما مدى مشاركة المواطن لهذه اللجنة باقتراحات واحتياجات المنطقة؟ بالفعل تعمل إدارة التخطيط في وكالة الاستثمار بشكل دائم على تلبية احتياجات المنطقة. تأتي جميع هذه الأعمال بتوجيه مساعدة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي المحفوظ للنهوض باقتصاد المنطقة وزيادة النهوض باقتصاد المنطقة وزيادة الدخل على مستوى الأمانة. تعمل إدارة الوكالة الاستثمار في تقبل أيضا المواطنين ومدى مرئياتهم حيال تلك المشاريع. ماذا عن الآلية المتبعة في الإعلان عن المشاريع وتقديم أيضا المستثمرين على هذه المشاريع للحصول عليها؟ تدرس في البداية المشاريع من قبل الإدارة المعنية كما ذكرنا في إدارة وكالة الاستثمار، ومن ثم يتم الإعداد على عمل الدراسات اللازمة، ومن ثم تطرح في منصة فرص لتتاح للجميع للتقديم عليها. هذه المشاريع هل هناك يعني بند يضمن إقامة هذه المشاريع وعدم تعثرها في حال لا سمح الله حصل هناك تعثر؟ تتابع الإدارة بشكل مستمر تلك المشاريع، يسمح للمستثمر في نسبة 5% أو تتراوح من 5% إلى 10% اللي هي كرصيد فرصة أو مهلة مجانية لعمل الإنشاءات، ومن ثم في حال لا سمح الله تم تعثر المشروع يتم دراسته ومتابعته من قبل الجهات في إدارة الاستثمار. ماذا عن المشاريع الأمانة الخدمية التي تقدم في مدينة تبوك؟ يوجد عدد من المشاريع حقيقة في أمانة المنطقة، من أهمها تعمل الأمانة حاليا على إنشاء 24 أو 23 دورة مياه في المنتزهات والحدائق. أيضا جاري طرح مشروع تأجير المواقف
بالإضافة إلى تأجير المواقع المؤقتة في المنتزهات والحدائق. الأستاذ مراد بن نايف سرحاني متحدث رسمي لأمانة تبوك، شرفين تواجدك معنا. حياكم الله. نعم زياد، كان هذا حديث ضيفي حول المشاريع التي تم ترسيتها سابقا ومشاريع المستقبلية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة مع القطاع الخاص. زميلنا محمد الرحيل مراسل أخبار السعودية كنت معنا من تبوك، شكرا جزيلا لك محمد. أعلنت قبل قليل وزارة الصحة آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة بتسجيل 1161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 400,587 وسبع إصابات، من بينها 9376 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1579 حالة حرجة. كما تم تسجيل 1216 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 441,860 حالة تعافي، فيما سجلت 15 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 7,471 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. وإلى المدينة المنورة، وعقب قرار وزارة التعليم إدراج الأنشطة الكشفية في مدارس البنات بمراحلها الثلاث خلال الفترة القادمة للراغبات في ممارسة النشاط الكشفي. لمزيد عن هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة من المدينة المنورة الزميل محمد الشيخ ليوافينا بالتفاصيل. بداية محمد مساء الخير، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة، ما الجديد وما التفاصيل لديك محمد؟ تفضل. يا أهلا بك زياد، وأهلا وسهلا بالسادة مشاهدي قناة السعودية عبر النشرة الثالثة والنصف أينما كنتم. بطبيعة الحال زياد، يعني من المعروف أن الكشافة هي منظمة تهذيبية رياضية تعاونية تهدف إلى صقل روح التعاون بين أو لمن ينتمي إليها. معروف حقيقة يعني زياد إنه أغلب الخطط الكشفية يعني تعتمد على الرحلات في المخيمات، تعتمد على أيضا التطبيق العمل التعاوني والرياضي، أيضا بعض الممارسات العسكرية، لكن لدى الطالبات لربما الوضع يختلف. فأنا أتواجد حاليا في إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ومعي ضيفة السعودية ليلى العمري مديرة إدارة النشاط لشطر الطالبات بتعليم المدينة. أهلا وسهلا بك ليلى، موفق هذا القرار بداية، لكن أنا ودي أسأل أول سؤال، إيش هو الأثر العائد من هذا القرار على الطالبات؟ حياكم الله. بداية أشكر القناة السعودية على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على قرار إنشاء كشافة للطالبات للفتيات في المملكة العربية السعودية. تعلمون أن النشاط غير الصفي له عدة مجالات، ثقافي، اجتماعي، علمي، فني، مهني، رياضي. فطبعا هذه الأنشطة جميعها تهدف إلى اكتشاف قدرات الطالبات، مهاراتهن في جميع هذه المجالات، ولله الحمد فتياتنا الطالبات حققنا إنجازات رائعة ومشرفة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. فأنا أرى أن قرار وزارة التعليم في تأسيس النشاط الكشفي للفتيات هو قرار حكيم وقرار وخطوة رائدة منهم للاهتمام بهذا الجانب للفتيات أسوة ببقية المجالات الأخرى، لتنمية قدرات الطالبات في هذا المجال والاهتمام بها ليكون يساهمنا بشكل فعال في تنمية مجتمعهن في هذا المجال الكشفي. نعم جميل ليلى. طيب يعني احنا لو تكلمنا مثلا، احنا نعرف انه الكشافة، يعني انا كنت من احد الاشخاص اللي ينتموا لجمعية الكشافة السعودية، وكانت اغلب انشطتنا تعتمد على التخييم في البر، الرحلات الخارجية، السفر ايضا، لكن ما وضع الانشطة لدى الطالبات؟ كيف راح تكون؟ بالنسبة للأنشطة الكشفية سبق لنا في الميدان التعليمي من خلال الطالبات في المدارس أن مارسنا أو نفذنا أعمال كشفية، ولكن تحت مظلة العمل التطوعي.
الهدف منها كان إكساب مهارات القيادة للطالبات، حب العمل الجماعي، التعاون، إكسابهم مهارات القيادة، الثقة بالنفس. فسبق وأن مارسنا هذه الأعمال، وخاصة في منطقة المدينة المنورة شاركنا فتياتنا الطالبات في موسم رمضان والحج للتطوع في خدمة المسجد الحرام الزوار في المسجد النبوي الشريف. فالمتوقع والمؤكد بإذن الله من وزارة التعليم أنها ستضع برامج وأنظمة وأدلة تخدم هذا المجال وتحقق أهدافه وتسعى إلى تنمية قدرات الطالبات في هذا المجال الكشفي. طيب ليلى، يعني لو أيضا تكلمنا عن تفعيل هذا القرار، كيف سوف تتعامل إدارات النشاط في مدارس الطالبات لثلاث مراحل، طبعا الابتدائية والمتوسطة والثانوي؟ نعم، في المرحلة الأولى الآن تم ترشيح المعلمات ورائدات النشاط والمشرفات بإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس لتدريبهن من قبل وزارة التعليم وتأهيلهن في المجال الكشفي من قبل مختصين. فور وصول البرامج والخطط والأدلة المنظمة لهذا العمل من وزارة التعليم سيتم المتابعة والإشراف من قبل إدارات التعليم لتنفيذ هذه الخطط والبرامج الكشفية في المدارس، دعم وتشجيع وتحفيز القائمين عليها في المدارس، وحل المشكلات ومعالجتها أو التحديات التي قد تواجه أو تعيق سير العمل، لأنه في الهدف في النهاية هو النجاح في هذا المجال بإذن الله. نعم. طيب ليلى، يعني احنا نقدر هنا نقول انه راح يكون مثلا في تعاون ملحوظ من الجمعية العربية في الكشافة من قبل الطلاب او الرجال، صحيح؟ نعم، التعاون قائم في جميع المجالات. فعند إنشاء أو تأسيس مجال كشفي سبق أن لنا جهات أخرى أو سبق للبنين في إدارات التعليم العمل بها، العمل دائما موحد ويهدف دائما إلى أن يصب في فائدة أو مصلحة الطلاب والطالبات. فأكيد حيكون هناك في شراكة قوية بيننا وبين الجهات التي سبقتنا في تنفيذ النشاط الكشفي. جميل. أستاذة ليلى العمري، مديرة إدارة النشاط الطلابي لشطر الطالبات في تعليم المدينة، شكرا لك على هذه المعلومات. أعطيكم العافية، ونقدم شكرنا لوزارة التعليم التي تسعى دائما لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يتناسب مع رؤية المملكة، والتي تهدف دائما إلى تطوير التعليم في جميع المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان. وشكرا لكم جميعا. شكرا لك ليلى. إذن زياد، يعني لو تكلمنا من بين كل مناطق المملكة ومستوياتها، نجد أن المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة أيضا هي المنطقتين الوحيدتين في المملكة العربية السعودية التي تشهد نمو أعداد كبيرة للمتطوعين والمتطوعات، نظرا لأن هذه المنطقتين في كل سنة هنالك شهور موسمية مثل الحج والعمرة، إضافة إلى موسم شهر رمضان، يعني تزداد نسب إقبال المعتمرين والزوار إلى هذه المنطقتين. فبالتالي هذا القرار لن يجد أي صعوبة، كون أن المتطوعات أو المتطوعين أيضا قد شاركن بالعديد من الأعمال التطوعية المشابهة للأعمال الكشفية. يعني في كل عام نشهد عبر شاشة الإخبارية أن المتطوعين يعملون في مواسم الحج والعمرة من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف أيضا المراحل الدراسية، بداية من الابتدائية وصولا إلى المرحلة الجامعية. زميلي محمد الشيخ، كنت معنا من المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك محمد. كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل الإنترنت المتنقل ما يفوق 119 ميجا بت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر ب 22% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وذلك بحسب نتائج تقرير مقياس لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
يشار إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين عبر العديد من الآليات، من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة. أكد مجلس الغرف السعودية أن تحقيق المملكة المركز الأول عالميا في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال يعكس الأثر الكبير لرؤية المملكة 2030 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومنظومة القطاع الخاص. وكانت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية قد أطلقت حملة واسعة لمبادرات مجتمعية لتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة، بلغ عددها 733 مبادرة بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات ريال، منها مبادرات استهدفت رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كإعفاء المستأجرين من القيمة الإيجارية، فضلا عن مبادرة أطلقتها البنوك السعودية لتأجيل الأقساط على المنشآت الصغيرة أسهمت مجتمعة في مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة على توفير السيولة خلال فترة الأزمة وتجاوزها. يسعى برنامج حاضنة الأزياء التابع لهيئة الأزياء إلى جذب المواهب السعودية المبدعة في هذه الصناعة وتوفير منصة تعزز رحلة ريادة الأعمال الخاصة بهم ليصبحوا من أهم رواد المجال في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. نتابع. حاضنة الأزياء هي إحدى المبادرات الشاملة والافتراضية والتدريبية التي تمزج بين الخبراء ورواد الأعمال والمهتمين في قطاع الأزياء. هذه المبادرة تقدم دورات وجلسات استشارية حول المفاهيم والتقنيات الحديثة وفرص الاستثمار في عالم الأزياء، وذلك لتمكين المواهب في مجال صناعة الأزياء السعودية، إضافة لدعم رواد الأعمال في متابعة رحلتهم في المجال. وتتمثل أهمية حاضنة الأزياء في أنها مبادرة شاملة ترتكز الحاجة إليها من منطلق تحديات القطاع بغية ردم الفجوات في المنظومة المحلية للأزياء كانعدام الربط بين ماركات الأزياء العالمية والاحتياجات المحلية وغياب وجود هوية للأزياء المحلية وندرة البرامج التدريبية المتخصصة. ولتحقيق رسالة حاضنة الأزياء ابتكرت وزارة الثقافة نموذجا يحاكي الرحلة في 3 مراحل، هي هاكاثون افتراضي يتبعه مخيم تدريبي افتراضي وصولا إلى 3 المراحل، وهي مرحلة حاضنة الأعمال المنعقدة حاليا والتي تستمر ل5 أشهر حتى 2 سبتمبر 2021. وتعمل على توفير الدعم والإرشاد المستمر عبر برنامج مكثف يتضمن ورش عمل في ريادة الأعمال وإرشاد شخصي في مقرها الخاص في جدة. الكرام، نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. وفي أخبار الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. إلى العناوين. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. مؤسسة تحلية المياه المالحة ووزارة الموارد الطبيعية الصينية تطوران تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر. ارتفاع حصيلة المجزرة الحوثية بمأرب إلى 21 قتيلا بينهم طفلا.
وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام لختام هذه النشرة، نشكر لكم كريم المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.